حته المجله دي كانت غريبه قوي على الانديه المصريه. يمكن احنا جه فتره من الفترات كنا بناخدها ضحك. انت انت ايه ما قطعتها؟ كنت اقول لك ايه، اديني مجله الخطيب اللي فيها اخبار الاهلي. هتقول لنا يا ابني مجله الخطيب كاتبه ايه على الاهلي؟ يا اخي كانت ايام جميله قوي. طب احنا معايا بقى رفيق عمرك في ملك وكتابه. ابراهيم؟ ابراهيم. ابراهيم بقى اللي هو قال لك انا عندي منة ومحمد، وانت رضيتها وتقول انا عندي منة ومحمد. بس هنشوف بقى ابراهيم جايب لك ايه معاه في كلامه. قول لنا يا عم ابراهيم. مساء الخير عليك يا كابتن مصطفى، ودايما متالق ودايما بتمتعنا بحلقاتك الجميله والكبيره، وربنا يديك الصحه والعافيه دايما. ومساء الخير بقى على المهندس الكبير المهندس عبد القيعي. معرفش تظلمه لما تقول عليه مهندس الصفقات، هو تقريبا كشكول الاهلي، لانه الحقيقه المهندس عبد القيعي مسيره في النادي الاهلي ما تقدرش تقول في مكان ما اشتغلش المهندس عدل او ما خدمش الاهلي من خلاله، في النشاط الرياضي، في كره اليد، في تنس الطاوله، في التعاقدات، في عضو مجلس اداره مع الفريق مرتجي ثم مع الكابتن صالح عليهما رحمه الله، والمسيره الكبيره اعلاميا بقى، اسهام بدور كبير في تاسيس مجله الاهلي، ثم الرحله اللي معاه اللي انا عايز اسالك لازم أن تساله يا باشمهندس كابتن مصطفى، هي ايه حكايه جزيره مالطا اللي اتحولت الى لاس فيجاس؟ لازم يحكي لك الحكايه ديت لانها مهمه جدا في المسار الاعلامي بتاعه والمسار المشترك اللي انا سعيد جدا جدا وممتن للعلاقه الطويله اللي بتربطنا ببعض. الحقيقه كابتن مصطفى وانت واحد من الاعلاميين الكبار اللي اثروا الساحه الاعلاميه لسنوات طويله، الحقيقه ربنا يديك الصحه وطوله العمر، انت تلاحظ انه البرامج الثنائيات ما بتستمرش، لكن لما تلاقي لانه بعد فتره معينه الاثنين على طول الكابل بيبقى بينهم بعض السلبيات اللي ما بتخليش العلاقه تكمل. ملك وكتابه كابتن مصطفى، احنا الاسبوع اللي فات تقريبا كنا الحلقه 835 او 834، وفي عرف الاعلام دي مساله ممتده جدا، احنا تقريبا مع بعض في القناه من اول لقطه ظهرت في القناه، كان كل واحد فينا له مسار، ثم التقينا في 2011 في المسار المشترك اللي مستمرين فيه لغايه دلوقتي، واللي انا سعيد جدا وممتن جدا بهذه العلاقة الثنائية اللي أنا بفخر إن احنا نكون في ملك وكتابة هذان الجناحان اللي بيقدموا حاجة. نتمنى إن نكون البرنامج ساهم في وضع الكثير من الأسس الإعلامية الموضوعية، وقدم الكثير أيضا من الدروس اللي فعلا قدرت تعمل تحول نوعي في الأداء الإعلامي الرياضي. عايز أقول لك إن المهندس عادل القيعي بقى على الهوا وبره الفاصل، لا متعب يا كابتن مصطفى، بره الهوا وفي الفواصل متعب، لكن الحقيقه احنا حفظنا بعض واحنا تشاركنا عن حب وعن هدف يمكن هو يذكره. احنا عليه رحمه الله الكابتن طارق سليم كنا بنتمشى معاه في اليابان في احدى مشاركات الاهلي في اليابان، ومن كتر المجادله والمناكفه اللي احنا بنتكلم فيها كابتن طارق قال لك طب ما تعملوا حاجه سوا مع بعض، وفضلت الفكره معلقه الى ان رات النور مع بعض. فعايز اقول لك انه الحقيقه انا سعيد جدا وممتن لهذه العلاقه، وعايز اقول لك المهندس عدلي لانه طبعا بحكم خبراته وبحكم غيرته على الاهلي وبحكم رصيد خبراته الكبير باستمرار عايز احسن حاجه، وباستمرار محتاج افضل حاجه، وباستمرار مع فريق الاعداد عايز حاجات معينه. الحقيقه اسره البرنامج كلها بتتعب، واعتقد الشكل العام اللي الناس بتشوفه والتاثير الكبير اللي البرنامج عامله ما كانش يتحقق الا بعلاقه ود كبيره، بعلاقه دفء بين كل اسره البرنامج، وعلى راسنا وكبرنا اللي منورنا دايما المهندس عدلي اللي بنتمنى له يا رب دوام الصحه والعافيه، وعلى الاقل هو منور معاك يا كابتن مصطفى، وشكرا جزيلا لكم.